الضغط على القطاع الصحي مستمر مع ارتفاع الأرقام الخطيرة للوفيات فوق 60 عاماً وعدد الأسرة المشغولة في العناية الفائقة بنسبة تفوق 98% بحسب ما قال لتلفزيون لبنان الدكتور برنار جربيئة رئيس هيئة الطوارئ في حزب الكتائب. والطلب من الحكومة أن تستمر في تنظيم العناية الفائقة على مساحة الوطن، أن تعتبر شهداء الثوب الأبيض هي شهداء الواجب مثل الجيش اللبناني، وينتم التعويض لأسرهم، وتغطية كل الأطباء والممرضات والقطاع الصحي اللي عم بيعمل ليسعف المصابين تغطية طبية كاملة وشاملة. الخبر المقلق يأتي أيضا من إفريقيا وأمريكا وأوروبا حول الطفرات المتغيرة يلي عم تنتشر بسرعة، أكثر من 70% من الكوفيد المستجد، ووفياتها ممكن تكون أيضا خطرة أكثر ب30%، لأنه في بعض الدول الأفريقية تنذر أن عدد الوفيات ليس بال1% إنما حول 5 و10%. هذه الأبحاث تنذر الحكومة اللبنانية للانتباه للتغييرات اللي عم تحصل على الكوفيد والطفرات، لحتى ما ينعاد سيناريو تبع كوفيد الإنجليزي اللي صار يمثل تقريبا 30% من الانتشار في المجتمع اللبناني، لأن نقابة الأطباء قامت بتدريب مئات الأطباء لحتى يقدروا يأمنوا الخدمة المنزلية الطبية والصحية بالتعاون مع نقابة الممرضات وبرعاية وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات، لحتى نأمن الخدمة والرعاية الصحية الأولية في المنازل والمراكز الصحية على مساحة الوطن، ويخف الضغط على المستشفيات ويخف الضغط على الصليب الأحمر، ويتأمن نفس الوقت خدمات طبية ذو جودة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للقاح، هناك مسؤولية مترتبة على الحكومة يوضح الدكتور جربيئة. وهون مسؤولية الحكومة بال100%، لأن اللقاح اللي بده تفريز على ناقص 70 يجب أن تدير العملية الحكومة بالتعاون مع الجمعيات العلمية وبالتعاون مع النائبات المعنية وأيضا الكليات الطبية والصحية عم تنفذ هذا القرار. نطالب الحكومة بالسماح للمؤسسات الصحية الطبية أن تستورد، تسمح للمستوردين أن تستورد اللقاحات الآتية اللي غير فايزر واللي ممكن أن تضع على ناقص 20 بالفريزر أو بالبراد العادي بشتى أنواعها، لحتى تغطية المجتمع تكون منيحة. لقاح فايزر بالمبدأ بيأمن 95% حماية بعد جرعتين، وحتى إذا كان أقل من ذلك يجب إجراؤه خاصة للقطاع الصحي وللمسنين والقطاع المرضى المزمنين.